الله الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، اللهم انصرهم على أنفسهم، انصرهم على أعدائهم، وجمع شتاتهم، وألف بين قلوبهم، واجعلهم على كلمة سواء. إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير، متوسلين بسيد المرسلين إليك يا رب العالمين أن تجمعنا على طاعتك، وأن تؤلف بين قلوبنا بعيدين عن معصيتك. ونسألك يا مولانا أن ترد عنا كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، وأن تنصرنا على الأعداء يا كريم. اللهم انصرنا عليهم، وشتت شملهم، فرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم يا أكرم الأكرمين، أنت خير الناصرين. ونسألك يا مولانا أن تجمعنا بالسابقين على الإيمان، أن تجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان، بلا سابقة عذاب ولا هوان يا ذا الجلال والإكرام. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فقد كنا نتحدث بفضل الله وعونه في علامات الإعراب، وقلنا إن الضمة لها مواضع، فالضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وبينا هذا بيانا على قدر مستطاعنا، أرجو أن يكون كافيا وأن يكون وافيا. ووقفنا عند نيابة، هذه أيضا شرحت أم لا، نيابة الواو عن الضمة في جمع المذكر السالم في الأسماء الخمسة، يعني وقفنا عند الأسماء الخمسة. طيب، الأسماء الخمسة جاءت بعد جمع المذكر السالم، وقلنا إن جمع المذكر يرفع بالواو، قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون فاعل لأفلح، ومرفوع هذا حكم الفاعل، لكن علامة الرفع هي التي تختلف. علامة الرفع هنا الواو نيابة عن الضمة، والنون كما قلنا عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لأن الاسم المفرد مؤمن، فحينما تجمع تقول مؤمنون، إذن تحولت
نون التنوين التي في الاسم المفرد إلى نون بعد علامة الرفع بعد علامة النصب والجر، فتقول قد أفلح المؤمنون مرفوعا بالواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين الذي في الاسم المفرد. بعد أن تحدث عن جمع المذكر السالم بدأ يتكلم عن أسماء هي مذكرة وهي مفردة ومع هذا ترفع بالواو، لماذا؟ لأنها أسماء مخصوصة، ولذلك سميت بالأسماء الخمسة، يعني أسماء مفردة وترفع بالواو مع أنها مفردة لأن لها شكلا خاصا، وسميت بالأسماء الخمسة لأن عددها خمسة، يعني أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. بعض الكتب النحوية جعلتها ستة بإضافة هنوك يعني شيئك، ولذلك البعض ذكرها والبعض تركها، فالذي ذكر هنوك يقول الأسماء ستة، والذي لم يذكرها يقول الأسماء خمسة. وسنقرأ أولا ما في الكتاب لنرى، شكرا يا سيدي بارك الله فيك، ماذا يقول الشيخ ثم يأتي التعليق بفتح من الله. شكر الله لك بارك الله فيك الشيخ فايز. طيب أسمعنا كلام الشيخ، وأما الأسماء الخمسة حتى يأتيك المكبر لأن الصوت لم يسمع، فعليكم بالمكبر حتى يسمع. أيوة بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المتن والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وبعلوم شيخنا حفظكم الله تعالى في الدارين آمين. تكملة نيابة الواو عن الضمة. وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي أعدها المؤلف، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة. تقول حضر أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وكذا تقول هذا أبوك، وتقول أبوك رجل صالح، وقال الله تعالى وأبونا شيخ كبير من حيث أمرهم أبوهم وإنه لذو علم إني أنا أخوك، فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. يعني المقصود من هذه الأسماء أنها عند العرب رفع بالواو مع أنها مفردة، وهي أبوك، وجاءت هكذا لأنها مضافة، لأن شروط إعراب هذه الأسماء بهذا الشكل، يعني ترفع بالواو وتنصب بالألف وتبر بالياء، الشرط الأول أن تكون مضافة، يعني لو جاءت على غير الإضافة أعربت بالضمة، هذا أب، هذا مبتدأ وأب خبر مرفوع وعلامة رفعه ايه؟
الضمة. لكن إذا قلت أبوك بالإضافة، أبو مضاف والكاف يعني كاف الخطاب مضاف إليه، إذن هي مرفوعة بالواو كجمع المذكر السالم. طيب، معروف معنى أبوك وأخوك، لكن الحمو هو والد الزوج، وقد يكون والد الزوجة. الحمو يكون والدا إما للزوج وإما للزوجة، ولذلك يقول حموك يعني والد زوجتك، حماها والد زوجها. طيب، فوك هي أصلها فمك، إلا أن الميم حذفت، فلما حذفت الميم عوضوا عنها بالواو حتى لا تكون الكلمة على حرف واحد، لأن لغة العرب فيها دائما ثلاثة أحرف، يعني اللغة أقل كلمة فيها على ثلاثة أحرف، فإذا طار حرف يعني ذهب قطع بقي حرفان، فمن، فإذا قطعت الميم صارت الكلمة على حرف واحد، لكن هي أصلها على ثلاثة، فإذا بقيت الكلمة على حرف فلا بد من إضافة حرف من حروف العلة، ولذلك الواو حلت هنا، قالوا فوك. إذن فوك مرفوع وعلامة رفعه الواو، والكاف مضاف إليه، وكل هذا بالسماع عن العرب، يعني ليس لنا فيه من كلام، ولذلك العرب لا يعرفون القواعد ولا أجرومية ولا من شرح ولا من جلس، وإنما كانوا ينطقون بالعربية بطبيعتهم وسليقتهم بتعليم ربهم، لذلك يقولون فوك. وذو بمعنى صاحب، ولذلك لابد أن تضاف إلى شيء بعدها، صاحب إيه؟ صاحب مال. إذن ذو مال بمعنى صاحب مال، ذو علم بمعنى صاحب علم، ذو فضل بمعنى صاحب فضل. إذن هذه الأسماء بهذا الشكل: أبوه، أخوه، حموه، فوه، ذو مال، أو ذو مضافة إلى ما بعده. وإذا قلنا هانوك أيضا بمعنى شيئك، يعني الشيء الذي أنت تملكه، قال هذا هانوك يعني هذا شيئك. وعلى هذا فالأسماء خمسة، إذا لم تعد كلمة هانوك، وإذا عدت فإن الأسماء تكون إيه؟ ستة. وآتت هذه الأسماء في القرآن في قوله تعالى: أبونا شيخ كبير. إذن أبونا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، أبو مضاف ونا مضاف إليه. نحن قلنا إضافة، سواء أضفت إلى ضمير الخطاب أو إلى ضمير المتكلمين، لكن سيأتي الكلام على ضمير المتكلم. لو قلت أبي أقول لك لا، الإضافة إلى ياء المتكلم تجعل الإعراب مقدرا، تجعل الإعراب إيه؟ مقدرا على ما قبل ياء المتكلم. يعني تقول أبي رجل مسن، إذن أبي مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على إيه؟ ما قبل ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم ناسبها كسر ما قبله. إذن لو جاءت ياء المتكلم هذه الإضافة لا تمنع الإعراب بالحركات، لأن الحركات لا تظهر، وإنما ستكون حركات إيه؟ مقدرة على ما قبل ياء المتكلم
لأن ياء المتكلم يناسبها إيه؟ كسر ما قبلها. من حيث أمرهم أبوهم، ربما فكر واحد وقال من حيث، ما هذا؟ من حرف جر، حيث لماذا لم تجر؟ أقول لك لا، حيث من الظروف المبنية على الضم. إذن حيث مبنية على إيه؟ على الضم في محل جر. أمرهم، أمر فعل ماض وهم مفعول. كل هائل بأي شكل، وكل كاف بأي شكل، وكل ياء للمتكلم اتصلت بالفعل تعرب مفعولا به. إذن الهاء والكاف والياء هذه الثلاثة وهي ضمائر، إذا رأيتها في الفعل تكون إيه؟ مفعولا به، وإذا رأيتها متصلة بالاسم تكون مضافا إليه. يعني إذن هي تكون في محل نصب حينما تكون مفعولا به متصلة بالإيه؟ بالفعل، وتكون في محل جر إذا كانت متصلة بإيه؟ بالاسم. تقول كتابه، كتاب مضاف والهاء مضاف إليه. كتابك، كتاب مضاف والكاف مضاف إليه. كتابي، إذن كتاب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. إذن حينما تقرأ من حيث أمرهم، إذن فعل ومفعول، أين الفاعل؟ أبوه، مرفوع، علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. وإنه لذو علم، إنه إن واسمه، لذو اللام في الخبر تسمى بلام التوكيد، لذو هذه لام نسميها لام إيه؟ توكيد. وذو خبر، وخبر إن حكمه إيه؟ الرفع. علامة الرفع هنا الواو، لماذا جاءت الواو؟ لأنه من الأسماء الخمسة، ذو مضاف وعلم مضاف إليه. إني أنا أخوك، إني إن واسمها، ياء المتكلم هنا جاءت مع الحرف فيحكم عليها بحكم الاسم الذي بعد إن. ماذا تفعل إن؟ إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن الياء هنا اسمها، لأن الكلام أصله أنا أخوك، أنا مبتدأ، أخوك إيه؟ خبر. فلما دخلت إن جاءت ياء المتكلم في موقع الضمير المنفصل، في موقع الضمير إيه؟ لأن المنفصل أنا، لكن حينما يتصل يتحول إلى ياء. يعني أنا حينما تتحول إلى ضمير متصل تصير إيه؟ ياء. تقول إني، وقبلها قلت أنا، إذن أنا ضمير للمتكلم ولكنه منفصل. إني الياء، ياء المتكلم ولكنها ضمير متصل، لكن المعنى واحد. إذن الياء هنا اسم إن، طبعا اسم إن لابد أن يكون منصوبا أم مرفوعا؟ منصوبا. إذن الياء ضمير مبني على السكون في محل نصب، مبني على ايه؟ سكون في محل نصب. طب وانا، هذه اعادة للضمير، بعد ان كان متصلا صار ايه؟ منفصلا. اذا الضمير المنفصل توكيد للمتصل،
يعني هو مؤكد فقط، ولذلك تقول أنا ضمير منفصل مؤكد لإيه؟ للمتصل. أنا ضمير منفصل مؤكد لإيه؟ للضمير المتصل، وليس له إعراب سوى هذا أنه توكيد، ولكن الخبر في قوله إيه؟ أخوك. إذن أخوك خبر لإن، وخبر إن مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، أخو مضاف والكاف مضاف إليه. ربما يعني سألت لماذا أكد الضمير المتصل بالمنفصل؟ هذا كلام يتعلق بعلم البلاغة، لأن المقام مقام تأمين، مقام تأمين، لأنه في موقع مخيف. سيدنا يوسف كان صاحب السلطان وأخذ أخاه في دين الملك، وهنا صار الأخ من غير جريمة ظاهرة صار صاحب جناية. إذا خوفه، ولما سار إخوته وانطلقوا قال له إني أنا أخوك، يعني لا تخف. إذا أمنه وأكد على هذا التأمين. إذا التوكيد جاء هنا لتأمين أخيه، لأن أخاه كان متهما، وهي تهمة في الظاهر فقط، ولكنه لفقها لأخيه حتى يجعله معه، أنه أراد أن يحبسه معه أو أن يحجزه معه، فلما أراد أن يجعله معه صنع له في الظاهر هذه الجريمة، ثم قال له لا تبتئس بما كانوا يفعلون، إني أنا أخوك فلا تبتئس، لا تخف. إذن أنا هنا توكيد للضمير الإيه؟ للضمير المتصل. هل هنا ما جعل الأمور طيب؟ نقرأ بعد ذلك. قال واعلم، اقرأ يا شيخ فايز. واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرف هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط. الأول أن تكون مفردة. يعني إذن الشرط الأول أن تظل على إفرادها حتى تعرف هذا الإعراب. إذن لو حصلت فيها تثنية تقول أبوان يعرب إعراب المثنى يرفع بالألف، لكن إذا بقيت على إفرادها بقي الحكم وهو رفعها بالواو. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني والثاني أن تكون مكبرة، يعني لو صغرت. والأصل في الكلمات أنها مكبرة، يعني الأصل في كلمات اللغة أنها إيه؟ مكبرة. كل الكلمات مكبرة، ويأتي التصغير فرعا عن هذا التكبير. ولذلك كما يعني سئل شيخ النحو هو يقول الألفاظ كلها مكبرة وتصغيرها فرع، رجل رجيل، أب أبي. فسئل سؤالا فقهيا، طيب لو نسي إنسان، هكذا سأل السائل، التشهد الأوسط ماذا يفعل؟ قال يصغره في سجدتي السأل، يعني يصغر التشهد الأوسط في إيه؟ سجدتي السهو.
فقال الرجل: ولكني سهوت عن سجدتي السهو. قال: لا تفعل شيئا. قال: لماذا؟ قال: لأن المصغر لا يصغر، يعني المصغر لا يصح تصغيره، فكذلك إذا سهى عن سجود السهو إذن لا شيء عليه والصلاة صحيحة. كما أن المكبر يصغر، لكن إذا صغر فإنه لا يصغر مرة ثانية. واستدل بالحكم الذي في الصرف على الحكم الذي في الفقه. ولذلك الخطيب الشربيني في الإقناع قال: إن العلوم تتداخل، يعني الأحكام في العلوم تراها يدخل بعضها على بعض لأن الحكم واحد، إلا أنه في النحو له قاعدة، الصرف له قاعدة، الفقه له قاعدة، ولو نظرت إلى الأصل لوجدت الأصل واحدا. يعني كل شيء مثلا في الصلاة نصلحه بشيء، لكن بعد أن أصلحته وتركته على حاله بهذا الإصلاح، إذا حصل فيه خلل فإنه لا إصلاح من بعد، لأن الإصلاح يكون مرة واحدة، لكن إذا خرب مرة أخرى فإن تخريبه في المرة الثانية يضيعه. واحد صلى ونسي ركعة، نقول له: عليك بها. قال: نسيت أن آتي بالركعة، ثم انصرفت، ثم كان مني ما كان. أقول له: خلاص، الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنك محكوم بالعدد، أنت صليت ثلاثة نسيت واحدة ولم تذكرها، ومرت مدة بعد السلام كلمت فلانا وفلانا وقمت وذهبت وأكلت وشربت، إذن تعود تصلي ركعة لإكمال ما سبق. لا، هذا لا يجوز، الصلاة باطلة وعليك أن تعيدها. في اللغة: أنت أتيت بالكلمة صغرتها مرة، فإذا أردت أن تصغرها للمرة الثانية نقول لك: لا، المصغر لا يصغر، لأن التصغير فيه إضعاف، يعني أنت أضعفت الكلمة بالتصغير، فلا يكون الضعف عليها مرتين، هو مرة واحدة لمعنى من المعاني. فإذا جئت بالكلمة مصغرة لمعنى فلا يصح لك أن تصغرها بعد تصغيرها. إذن الشرط أن تكون الكلمة مكبرة، فلو صغرت ضعفت، فإذا ضعفت عدنا إلى الأصل وهو الرفع بالضمة. هذا أبيك، يعني أبوك الصغير. هذا أخيك، يعني أخوك الصغير. إذا رفعت بماذا؟ بالضمة. إذن لو صغرت نعود بالحكم إلى الأصل، والأصل إيه؟ الرفع بالإيه؟ بالضمة. طيب، تفضل. والثالث أن تكون مضافة، والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هو سيشرح هذا. يعني أن تكون مضافة، يعني لو بقيت بدون إضافة إذن تعرب بالأصل وهو الضم. هذا أب وأخ وحم، وهذا فم. إذن أنت جئت بالكلمات بغير إضافة إذن ترفع على الأصل وهو إيه؟ الضم. نعم يا سيدي. فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناة أو ممنوعة جمع مذكر أو جمع تكسير، أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير. طبعا لو كانت مثنى تعرب إعراب الإيه؟ المثنى، يعني ترفع بإيه؟ بالألف، وتنصب وتجر بالياء. إذا كانت مجموعة جمع مذكر تقول أبون، إذا أنت جمعتها بالواو. أو جمع تكسير آباؤك، إذا رفعت وعلامة رفعها إيه؟ الضمة. تفضل يا سيدي. فإنها لو كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة، تقول: الآباء يربون أبناءهم،
يا ليتهم يفعلون. الآباء يربون، شكر الله لك، أبناءهم، وهذا واجبهم. الآباء مبتدأ ومرفوع، علامة رفعه إيه؟ الضمة. لماذا رفع بالضمة؟ لأنه جمع تكسير. وجملة يربون أبناءهم من الفعل والفاعل والمفعول والإضافة، كل هذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدا، لأن خبر المبتدا يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة، يعني الخبر يأتي من كل باب، أما المبتدا فإنه يكون شيئا واحدا. آباء كلمة واحدة، سواء دلت على جمع أو دلت على مثنى أو دلت على واحد أو واحدة، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الابتداء. وتقول إخوانك يدك التي تبطش بها. إخوانك مبتدأ ومرفوع، علامة رفعه ضم، إخوان مضاف والكاف مضاف إليه. ثم يقول يدك التي تبطش بها، يدك هذا هو الخبر، أو تكون هي الخبر خيرا من أي إعراب آخر. إخوانك يدك، يعني شبه الإخوان بإيه؟ باليد على التشبيه. إذن يدك هذا هو الخبر، ويادو خبر مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ ضمة. يد مضاف والكاف مضاف إليه. ووصف اليد بأنها التي، إذن التي هنا صفة للايه؟ لليد. إذن وصفنا اليد بأنها التي، والتي من الأسماء الموصولة، إذن تحتاج إلى صلة. التي ايه؟ تبطش بها. إذن جملة تبطش بها، هذه الجملة صلة الموصول. والاسم الموصول صفة للإيه؟ لليد. يدك الموصوفة بأنها التي، واليد خبر. إذن عرفتم الإعراب؟ إذن الإعراب إخوان هذا إيه؟ مبتدأ. إخوان مضاف والكاف مضاف إليه. طيب يدك هذا هو الخبر، يد مضاف والكاف مضاف إليه. التي صفة، وصفنا اليد بأنها التي، ولما جاء الوصف للاسم الموصول لابد من إيه؟ من صلة. أين الصلة؟ تبطش بها. إذن تبطش فعل مضارع، والفاعل أنت، تبطش أنت، وبها جار ومجرور، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، يعني ليس لها محل من الإعراب، لا تقع في محل رفع ولا نصب ولا جر، إنما هي لتبين ما في الاسم الموصول. فالاسم الموصول فيه إبهام، يدك التي، التي تأكل بها تبطش بها، إذن جاء بصلة الموصول لبيان الاسم الموصول. طيب اقرأ لنا الآيات. وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. آباؤكم جمع، وأبناؤكم معطوف على المبتدأ، والمعطوف على المبتدأ يكون في حكمه، يعني المعطوف على المرفوع يكون إيه؟ مرفوعا. ولذلك أخبر المولى عز وجل عن هذا المبتدأ فقال آباؤكم،
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني لا تدري من النافع من الآباء أو من الأبناء، لأن الآباء موزعون بصفات مختلفة، فلا تدري من هو الذي يكون قريبا منك ونافعا لك، وإنما الذي يدري هذا هو الله عز وجل. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. لذلك الإنسان لا يغتر بكون هذا ولدا لفلان، لا، ربما كان ولدا له لكن على غير شرعته وعلى غير نمطه، وإنما جاء على غير هوى والده، إذن اختلف عنه، إذن فهو عدو لأمه وأبيه. طيب، في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما هذه أداة إيه؟ أداة حصر، يعني هي إن، والمفروض أنها في الأصل عاملة، لكنها لما دخلت عليها ما أبطلت عملها، يعني إن كانت مستعدة للعمل، ما الذي أوقف العمل؟ الحرف إيه؟ ما. وأفادتها ما، هي يعني أبطلت عملها من ناحية وأفادتها من ناحية أخرى، أراحتها من العمل، لكنها جعلت إنما تفيد القصر، إذن حولتها من حرف توكيد إلى أداة من أدوات القصر، يعني يقصر ما بعدها على المتأخر، يعني المؤمنون مختصون مقصورون على هذا الوصف، وهو إيه؟ إخوة، يعني إخوة تفيد أن الجميع يتعاملون كرجل واحد، إخوة يعني جاءوا من بطن واحد ورضعوا من أم واحد ورباهم والد واحد، إذن الأصل فيهم أنهم أمة واحدة. ولذلك المؤمنون جعلوا إخوة، مع أن المؤمنين كل واحد فيهم له نسبه، فكيف يجمع أخ من غير النسب على إخوة؟ الأصل في جمع الأخ إن كان من النسب يجمع على إخوة، وإن كان من غير النسب يجمع على إخوان، ومنه الإخوان المسلمون، أن الشيخ حسن البنا رحمه الله وأول من بدأ شعبة الإخوان، فلما قيل له يا شيخنا، كان مدرسا للغة العربية في مدارس التربية والتعليم، كان في الإسماعيلية، قال له يعني أنت جمعتنا وألفت بين قلوبنا، ونحن نريد أن نسمي جماعتنا هذه باسم، فألهمه الله أن يقول نحن والحمد لله يعني جئنا من كل واد واجتمعنا على الأخوة، فنحن كلنا إخوان، لأن اللغة تقول إن الأخ من غير النسب يجمع على إيه؟ على إخوان من غير النسب، لكن من النسب يجمع على إيه؟ إخوة، يعني إذا قيل إخوة فهم إخوة من إيه؟ من النسب، إذا قيل إخوان من غير النسب، فإذا قال الله إنما المؤمنون إخوة يعني نسب الإيمان فيهم أعلى من نسب الآباء والأمهات، نسب إيه؟ الإيمان، إذن الإيمان بين المؤمنين جعل نسبهم قويا، بل إنه أعلى من نسب الواحد لأمه وأبيه، فجمعت أخ من الإيمان على إيه؟ إخوة، وهذا أقوى ما في الجموع للدلالة على الصلة القوية، إذن جاءت الصلة القوية من أي باب؟ من باب الإيمان، إذن الإيمان أقوى
من نسب الرجل لأمه وأبيه. نسبه هناك ما هو أعلى منه وهو الإيمان بالله، أن الإنسان لو انتسب إلى أمه وأبيه هذا نسب الدنيا، لكن نسبه من الله عز وجل أنا عبدك يا رب، يعني نسبي أنني عبد ولي رب سيدي ربي عز وجل. إذن هذا هو النسب الذي لا ينقطع، كل نسب ينقطع ما عدا النسب الذي لله ورسوله، ونسأل الله أن نكون كذلك. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. طيب المؤمنون مبتدأ، لأن إن بطل عملها، ولذلك يقولون إنما كافة ومكفوفة، كافة ما، إذن الحرف الذي كف عن العمل هو إيه؟ ما. والذي كف عن العمل وبطل العمل فيه هو إيه؟ إن. ولذلك يعني تعرب إعرابا كاملا يقال إنما كافة ومكفوفة، وبعد ذلك تعرب الجملة إعرابا عاديا. المؤمنون مبتدا وإخوة خبر، ولذلك عندك إخوة لأنها جمع ووقعت خبرا والخبر مرفوع علامة رفعه الضمير. تفضل يا سيدي. فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم، أصبح فعل ماض، وهذه التاء أصبح من أخوات كان، تحتاج إلى إيه؟ اسم وخبر. أين اسمها؟ تم، أصبحتم. أين خبرها؟ إخوانا. هذا خبرها، خبرها منصوب، علامة النصب إيه؟ الفتحة. طيب بنعمته، حرف جر ونعمتي مجرور، نعمتي مضاف والهاء مضاف ما شاء الله. طيب تفضل يا سيدي. ولو كانت مثنى وأعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وسيأتي بيانه قريبا. تقول أبواك ربياك، وتقول أبواك ربياك. إذن أبواك مبتدأ، ولكنه مثنى مرفوع بماذا؟ بالألف. طيب الأصل في المثنى أن تكون فيه النون، يعني أبواني لك، هذا هو الأصل، أن تقول إيه؟ أبواني لك. لكن لما أردنا الإضافة حذفت اللام للتخفيف من لك، وحذفت النون للإضافة. إذن حذفت إيه؟ اللام للتخفيف، وحذفت إيه؟ النون لإيه؟ للإضافة، لأن الإضافة لا تجامع التنوين ولا النون. يعني أنت تقول أب، وإذا أردت الإضافة تقول أبك، أبوك. أين ذهب التنوين؟ حذف من أجل إيه؟ الإضافة. كذلك لو أضفت أبواني للكاف تقول أبواك، واضح؟ إذن حذفت النون لماذا؟ للإضافة، واللام من لك حذفت للإيه؟ للتخفيف. نعم أبواك ربياك. أبواك مبتدأ مرفوع بإيه؟ بالألف، لأنه إيه؟ مثنى. أبا ومضاف والكاف مضاف إليه. ربياك اعرب رب، رب الوالد ولده، رب يا ربي، فعل ماض، والفعل الماض مبني على ايه؟
على الفتح، هذا هو الأصل. لكن حينما تقول رب مبني على فتح مقدر على إيه؟ على الألف. هذه الألف قلبت ياء، قلبت ياء حينما جاءت ألف التثنية، لأنه لو أراد أن يجعل ألف التثنية مع الفعل صار عندنا ألفان، رب آخرها إيه؟ ألف، وضع بجانبها ألف التثنية يصير عندنا إيه؟ ها؟ ألفان. ماذا نفعل؟ هل ننطق بالألفين؟ لا، فنأتي على الألف الأولى ونبحث عن أصلها، نرى أن أصلها الياء، لأن رب من التربية، رب من إيه؟ من التربية. إذن تعود الألف إلى أصلها، فلما عادت إلى أصلها وهي الياء رأينا الكلمة أصبحت ربياك. إذن جاءت الياء والحركة ظهرت عليها، إذن ربياك، رب فعل ماض مبني على الفتح، والفتح ظاهر على الياء. وجاءت الألف ربياك، هذه الألف ألف إيه؟ ألف الاثنين، وألف الاثنين فاعل، ألف الاثنين هنا إيه؟ لأن الألف إذا جاءت مع الفعل كانت ضميرا، وإذا جاءت مع الاسم كانت علامة الرفع. أبواك، الألف في أبواك علامة إيه؟ الرفع، مرفوع بالألف لأنه مثنى، لكن الألف التي له تثنية جاءت مع الفعل إذن تحولت إلى ضمير، وصارت الألف هي الفاعل، ربياك، إذن الألف إيه؟ فاعل، والكاف مفعول. ها عرفنا الإعراب. والجملة من الفعل رب، والألف التي هي الفاعل، والكاف، هذه الجملة في محل إيه؟ رفع، ها خبر لهذا المبتدأ. طيب تفضل يا سيدي. وتقول تأدب في حضرة أبويك. في حضرة أبويك، حضرة مضاف، ها وأبويك مضاف إليه، طبعا المضاف إليه هنا مثنى، طالما هو مثنى إذن سيكون بالإضافة مجرورا، وعلامة الجر إيه؟ الياء، لأنه مثنى، والمثنى يرفع بإيه؟ بالألف وينصب ويجر بالياء. تفضل يا سيدي. وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش. أبويه في أي موضع من مواضع الإعراب؟ رفع أبويه، مفعول به، لأن الفاعل مستتر تقديره إيه؟ هو، يعود على من؟ على نبي الله يوسف، يعني رفع نبي الله يوسف أبويه على العرش، إذن أبويه مفعول به، منصوب، علامة النصب إيه؟ الياء، لأنه مثنى. طيب تفضل يا سيدي. وقال الله تعالى فأصلحوا بين أخويكم. فأصلحوا بين، بين ظرف مكان، بين مضاف وأخويكم مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء، لأنه مثنى. أبوي مضاف وكم مضاف إليه. تفضل يا سيدي. ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالمة رفعت بالواو على ما تقدم، ونصبت وجرت بالياء، تقول هؤلاء أبونا وأخونا. هو يعني أب تجمع جمع مذكر سالم فتقول أبون
وأخوه، وأصلها أبون بواوين، لأن أب أصلها أبون، أخ أخون، حم حمون. حينما تجمع نرى أن الواوين فيهما ثقل، يعني لو قلت هؤلاء أبون بواوين خفيفة؟ لا، ثقيلة، ولذلك حذفت الواو التي هي لام الكلمة وبقيت الواو التي هي علامة الرفع. هؤلاء أبون وأخون. نعم. وتقول رأيت أبينا وأخيه، أنها مفعول منصوب، علامة النصب إيه؟ الياء، لأن جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب يضر بالإيه؟ بالياء. نعم. ولم يجمع بالواو والنون غير الأب والأخ، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجر. نعم. يعني هذا جمع هؤلاء أبون وأخون، جمعت جمع مذكر سالم على غير قياس. ما معنى أنها يعني جمعت على غير قياس؟ لأن كلمة أب ليست علما، ليست إيه؟ علما، وإنما هي وصف لكل من ولد له فصار أبا. إذن يعني القياس فيها أن تجمع جمع تكسير أب أبا، إلا أنهم وجدوا أن الأب أقرب الناس إلى الأولاد، فجمع جمع مذكر سالم تكريما له عند العرب. ولذلك علماء النحو وجدوا أن هذا اللفظ وإن كان قد جمع جمع مذكر سالم لكنه على غير القياس المشهور، إلا أن الشيء الذي لم يكن على القياس لكنه دار على الألسنة صار فصيحا، صار إيه؟ ولذلك قال ولم يجمع هذا الجمع يعني بالواو والنون إلا الأب والأخ من هذه الخمسة، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع، لأنها ليست على شرط جمع المذكر، ليست على إيه؟ على شرط الجمع، إلا أن السماع يرفع القياس دائما، السماع يرفع الإيه؟ القياس. فضل يا سيدي. وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كان مصغرة، فإنها حينئذ تعرف بالحركات الظاهرة. تقول هذا أبي وأخي. نعم. وتقول رأيت أبيا وأخيا. وتقول مررت بأبي وأخي. طبعا التصغير وضع ياء في الكلمة بعد حرفين، تقول في رجل رجيل، وتقول في أب أبي، يعني الهمزة والباء وبعدها ياء التصغير، وبعد ياء التصغير يأتي آخر الكلمة وهو الحرف الثالث. فالأب أصله أبون، فإذا وضعت الياء بعد الباء تقول إيه؟ أبيو، تقول إيه؟ أبيو، يعني بياء التصغير وبعدها إيه؟ واو. الواو إذا وقعت في آخر الكلمة تكون ثقيلة، الواو إذا وقعت في آخر الاسم تكون إيه؟ ثقيلة، لكن يتحملها الفعل، الواو الثقيلة يتحملها إيه؟ الفعل، الفعل قوي يتحمل الثقيل، يحمل، لكن الاسم خفيف. فإذا جاءك الواو في آخر الاسم إما أن تحذف ك
كما قالوا أب وأخ حذف الواو، وإما أن تقلب الواو ياء. فإذا قلبت الواو ياء بعد ياء التصغير إذا التقى إيه؟ ياءان. وإذا التقى حرفان متجانسان فالواجب الإدغام، الواجب إيه؟ ولذلك قال هذا أبي وهذا أخي. إذا أبي تصغير لإيه؟ لأب، وأخي تصغير لإيه؟ لأخ. وكما قلنا إن الحرف الأخير الأصل أنه الواو، لكن لما وقعت الواو بعد الياء قلبت الإيه؟ الواو ياء، وأدغمت الياء في إيه؟ في الياء. وهذا موجود في علم الإعلال والإبدال، إذا التقت الواو مع الياء والسابق منهما ساكن أبي وأخي تقلب الواو ياء وتدغم إيه؟ الياء في الياء، فيقال أبي ويقال إيه؟ أخي. طيب المعنى أن أبي تدل على أب صغير، يعني مثلا تزوج في سن 16، يعني كده في بداية الرجولة زوجوه فولد له، فحينما يرى الناس الولد والأب يقول يعني الأب يقترب من الولد، خصوصا إذا كان الولد يعني بسطة في الجبل والجسم يعني طولا وعرضا، والأب يعني صغير، فيقول هذا أبيك، يعني حينما يقول هذا لا هذا أبيك، لأنه أب إيه؟ صغير والولد كبير. لذلك الألفاظ في اللغة لها مدلول، ورأينا يعني هذا في عالم الحقيقة. أحد الشيوخ روى لي أن رجلا كان قصير القامة وكان من أهل القرآن، حدثني عنه الشيخ محمود طنطاوي المراجع للمصاحف، قال رجل كان من أهل القرآن وكان قصيرا، تزوج بامرأة طولا وعرضا، قال وكان من فضل الله عليه أنه أنجب منها رجالا كانوا على طول أمهم، يعني كانوا في شكلهم من أخوالهم وليس منه من أبيهم، فكان أبوهم بقامته القصيرة يسير من وراء الواحد كأنه ولده. ولذلك قال مرة أراد واحد أن يضحكه فرآه سائرا في الشارع المجاور للأزهر مسمى بشارع الغورية، فرآه يسير من وراء امرأته، رأته طويلة وهو قصير، وهي تسير من أمامه وهو يسير يعني من خلفها، ربما نظر إلى شيء، فقال واحد لامرأة الشيخ يا ستي، قالت نعم، قال ولدك هذا يسير من ورائك. فحينما يعني نظرت إليه قال من ولدي هذا؟ قال هذا الذي يسير من ورائك ويجري. فطبعا المرأة ضحكت والرجل عرفه، قال يا ابن كذا أنت تريد أن تسخر مني؟ قال والمولى عز وجل أعطاه أولادا بسطة في الجسم وأبوهم على هذا الحال، إذن يعني يقال هذا أبيك، يعني أب إيه؟ أب صغير. نعم، فيه معنى التحقير طبعا، لأن التصغير الأصل فيه أنه للتحقير، يعني ليس على عادة الرجال. طبعا حينما يكون رجلا بهذا الحال قصيرا يعني قامته على هذا النمط، وامرأته ما شاء الله، وأولاده بسطة في الجسم، إذن حينما ينظر إلى الولد وإلى الأب
يقال يا فلان هذا أبيك، يعني هذا أب ليس على العادة، إذن هذا صغير وفيه حقارة. وقد يكون التصغير للتعظيم، هذا من باب الآخر، يعني حينما يسمي الولد يسمي الوالد ولده حميد، لم يسميه حامد، لما سماه ايه؟ حميد، يعني حاول ان يجعل نفسه بجانب مولاه لا شيء له، ثم انه يقوم بحمد ربه على الدوام، وهذا كله افاده التصغير. اذن حميد فيها تعظيم من شانه، لانه يحمد الله كثيرا ويتواضع لمولاه تواضعا يجعله كانه لا شيء له في الحياه الا ما كان من مولاه. ولذلك بعضهم يسمي احمد وحامد، وياتي من يسمي حميد. وشيخنا نجم الدين الكردي لمح هذه المعاني، فسمى عبد الرحمن وسمى ضياء الدين وسمى علاء الدين، هؤلاء رحلوا إلى مولاهم، وسمى أحمد وحميد والحسن والحسين، يعني سمى أحمد وحميد، وسمى حميد من باب التكريم له، لأنه صار متواضعا لمولاه، والتواضع يرفع لا يحقر. طيب تفضل يا سيدي. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة. نعم. فإنها حينئذ تعرف بالحركات الظاهرة أيضا. عندك حركات ولا عن المحركات؟ عندي في الكتاب في هذه الطبعة ميم، فصارت تعرف بالمحركات. هاتي قلما تأحذف. تفضل يا سيدي. تقول هذا أب، وتقول رأيت أبا، وتقول مررت بأب. هذا قلناه، يعني إذا انقطعت عن الإضافة تعرف بإيه؟ بالحركة. هذا أب، رأيت أبا، مررت بأب. تقول هذا أب، وتقول رأيت أبا، وتقول مررت بأب، وكذلك الباقي. وقال الله تعالى وله أخ أو أخت. له أخ، هذا في التوزيع، توزيع الميراث. وله أخ، أخ مبتدأ مؤخر وقطع عن الإضافة، فهو مرفوع، علامة رفعه إيه؟ الضمة، والخبر مقدم وهو له، وعند المبتدأ والخبر سيقال إن المبتدأ إذا كان نكرة لا بد له من مسوغ، ومن مسوغات الابتداء بالنكرة أن يتأخر المبتدا، ويقدم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. له أخ، له أب. نعم يا سيدي. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال أين الاسم الذي نتحدث عنه؟ فقد سرق ايه؟ اخ. اخ هنا ليست مضافة، ولذلك اعربت بالحركات، مرفوع، علامة رفع الضمة. وقال تعالى قال ائتوني باخ لكم من ابيكم. طيب لو اردت ان تبدأ بائتوني فماذا تقول؟ لا، ائتوني، يعني اذا اجتمعت همزتان في اول الكلمة، الأولى متحركة والثانية ساكنة، عليك أن تبدأ بالأولى وأن تقلب الثانية حرفا من جنس حركة ما قبلها، فالحركة التي في الهمزة الأولى مكسورة كسرة، فتقلب الثانية إيه؟ ياء. إيتوني، واضح؟ وإذا رأيت الهمزة الأولى مضمومة
فاقلب الثانية الساكنة واو تقول أوتي الكتاب مثلا، أصلها أوتي الكتاب. وإذا كانت الهمزة الثانية الساكنة بعد فتح فتقلب الثانية ألفا، مثل آمنوا، أصلها إيه؟ أأمنوا. يعني هي قاعدة، إذا التقت همزتان في أول الكلمة وكانت الثانية ساكنة فإن هذه الثانية تقلب حرف مد من جنس حركة ما قبلها، تقلب ألفا بعد إيه؟ بعد الفتحة آمن، تقلب ياء بعد الكسرة إيمانا، أصلها إيمانا، وتقلب واوا بعد الضمة تقول أنا أؤمن بالله، أصلها إيه؟ أؤمن. إذن هذه قاعدة، ولذلك يعني حينما تلد في القرآن فإذا وصلت نطقت بالهمزة الثانية، إذا وصلت يعني تقول قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، لكن لو وقفت على قال قال وبدأت فتقول إيه؟ ائتوني بأخ لكم من أبيكم، لأن هذه قاعدة عامة. تفضل يا سيدي. وقال الله تعالى إن له أبا شيخا كبيرا. طيب أبا لماذا نصبت؟ لأنها اسم إن مؤخر، واسم إن لا يتأخر أبدا إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، لأن خبر إن واجب التأخير ولا يتقدم إلا إذا كان إيه؟ ظرفا أو جارا ومجرورا. إن لدينا أنكالا، لدينا لدى ظرف، إن له أبا جر ومجرور. ولذلك قالوا إن حكم الخبر خبر إن أن يكون مؤخرا ولا يتقدم إلا إذا كان جارا مجرورا أو ظرفا. ولذلك ابن عنين كان طالبا متأخرا، يعني لا يحضر لشيخه إلا يعني لإماما، طبعا شيخه يحاول أن يجذبه إلى حلقة العلم إلا أنه كان له ظروفه، فأرسل معتذرا إلى شيخه وقال كأني من أخبار إن، خبر إن يجب تأخير، فقال كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم إلا إذا كان إيه؟ ظرفا أو جر مجرورا. ولذلك قال عسى حرف جر من نداك، يعني من كرمك، يجرني إليك فأضحي في نداك مقدما، يعني أنا لا أتقدم إلا بحرف إيه؟ جر، فارسل إلي، ابعث إلي بحرف جر حتى يجرني إلى نداك وإلى كرمك. فجعلوها في كتب النحو، هذه القصة جعلوها في كتب النحو للدلالة على أن خبر إن لا يتقدم أبدا إلا إذا كان إيه؟ ظرفا أو جرا مجرورا. يعني أنت حينما تقول إن محمدا كريم لا يصح أن تقول إن إيه؟ كريم محمدا، هذا لا يجوز. لكن لو قلت إن محمدا عندك ظرف يجوز لك أن تقول إيه؟ إن عندك محمدا. إذن الخبر في إن لا يتقدم أبدا إلا بهذا الحال، يعني أن يكون ظرفا أو جر مجرور. تفضل يا سيدي. وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه الياء، فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم،
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا شرحناه في البداية. حضر أبي أخي فاعل مرفوع بماذا؟ بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم يناسبها إيه؟ كسر ما قبلها. أب مضاف وأخ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. نعم. تقول حضر أبي وأخي، وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر. نعم. وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. هذا كان في زمان الشيخ محي الدين، أما الآن هو يتكلم في حضرة أبيه. المصريون الغافلون يفعلون هذا، ويقول أبي هذا من الزمان الماضي ونحن في الزمان المتقدم، وهذا من قلة الحياء. الحمد لله الذي عافانا. وقال الله تعالى إن هذا أخي أنا يوسف وهذا أخي فألقوه على وجه أبي. كل هذه الأمثلة جاءت فيها الإضافة لياء المتكلم، ونحن اشترطنا أن تكون الإضافة لإيه؟ لغير ياء المتكلم، يعني يضاف إلى الكاف التي الخطاب، يضاف إلى الهاء أبوه، يضاف إلى المتكلمين أبونا، لكن إذا أضيف إلى ياء المتكلم لا يعرب، هذا يعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. نعم يا سيدي. وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض، فمنها أن كلمة فوكا لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم. نعم. فلو اتصلت الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن، وتقول رأيت فما حسنا، وتقول نظرت إلى فم حسن. نعم. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. يعني نحن شرطنا أن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه الشروط هي شروط في الكل، لكن يشترط في كلمة فوكا ألا تكون بالميم. ولذلك ابن مالك حينما قال في هذا الشرط قال والفم حيث الميم منه بان يعني انقطع، يعني والفم يعرب هذا الإعراب لكن بشرط أن تبين منه، يعني أن تنقطع منه الإيه؟ الميم. فإذا قطعت منه الميم أعرب بهذا الإعراب. نعم يا سيدي. ومنها أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين، الأول أن تكون بمعنى صاحب، والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف. فإن لم تكن بمعنى صاحب، ما معنى أن تكون بمعنى صاحب؟ يعني لو وضعت في مكانها كلمة صاحب لصح المعنى. جاءني ذو مال يعني إيه؟ صاحب مال. جاءني ذو علم يعني صاحب علم. لكن إذا كان بمعنى الذي، إذا خرجت من دائرة الكلام، إذا صارت في باب آخر، لأن ذو عند طيء سيقول إنها بمعنى الذي، وبئري ذو حفرت وذو طويت يعني بئري التي حفرتها، وذو طويت يعني التي طويتها. إذن ذو شرطها أن تكون بمعنى إيه؟ صاحب. يعني لو وضعت كلمة صاحب في مكانها لصح المعنى. الشرط الثاني فيها أن تضاف إلى اسم جنس، يعني أن تضاف إلى كلمة تدل على معنى واسع، يعني تحته أفراد، ذو مال أي مال، يعني يقل يكثر، علم من أي فرع من فروع العلم. إذن أن تكون بمعنى صاحب، وأن تكون إضافتها لإيه؟ لاسم
هو جنس، معنى جنس أنه يدل على أفراد كثيرين. تفضل يا سيدي. فإن كانت موصولة والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير رسم، فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية. يعني أنت حينما تقول وبئري ذو حفرت، يعني التي حفرتها، جاءت ذو هكذا، ولذلك هي بمعنى الذي مبنية على السكون ولا تكون معربة. إذن ذو بمعنى صاحب معربة، لكن ذو بمعنى الذي تكون إيه؟ مبنية. نعم يا سيدي. ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي: وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. 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 ذو العقل يعني صاحب العقل، يشقى في النعيم بعقله، لأن صاحب العقل لو كان في نعيم وزع هذا النعيم على الذين من حوله، لأنه لا يرى بعقله أن يكون النعيم له وحده فيوزعه، إذن هو يشقى في النعيم. لكن صاحب الجهالة، أخو الجهالة، ماذا يفعل؟ لا، إذا جاءه النعيم تنعم فيه وحده، وإذا سألته يا أخي ربي أعطاني هذا نعيمي، إذن لا أشرك فيه أحدا. ولذلك المتنبي يقول أن صاحب العقل لو جاءه النعيم يشقى به أيضا، لأنه لن يكون النعيم له، وإنما سيوزعه على الذين من حوله. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ولذلك لا ترى الذين يفرحون ويمرحون إلا الجهلاء. أما أهل العلم وأهل الدين والصلاح والفقه فإنهم يجعلون الدنيا معبرا عليه الأعمال الصالحة، والراحة ليست هنا وإنما هي هناك في جنة الله، لأن الحقيقة أن راحة الإنسان ليست في دنياه، وإنما راحته في أي مكان؟ هناك في الآخرة في الجنة. ولذلك يعني أحد العلماء قال إن الراحة خلقها الله عز وجل وأسكنها الجنة، فمن أراد الراحة فليذهب إلى الجنة. بأي شيء يذهب إلى الجنة؟ بصالح الأعمال وطيب الأقوال، على الإيمان بالله ورسوله والاعتصام بهذا الدين، فإن صح منه ذلك استراح هناك في الجنة. وأما الذين يحاولون الراحة في الدنيا وينعمون فيها فإنهم يعيشون لحظات وأياما معدودات، وبعد ذلك إذا تمت لهم الحياة خرجوا منها إلى الشقاء الأبدي. إذا العاقل يقول لا، أشقى في أيام الدنيا بتجميع الأعمال الصالحة وأتعب، لأنني أنتظر الراحة الكاملة هناك عند مليك مقتدر. هذا هو العقل. يعني واحد يعيش 100 عام يتحلى فيها بشهوات الحياة لمدة 30 عاما أو 40 عام أو 50 عاما، وبعد ذلك يشقى شقاء دائما في نار جهنم. أما الصالحون وأصحاب العقل فإنهم يأخذون الدنيا عملا وكبدا وتعبا، لأنهم يرجون الراحة لا في الدنيا إنما في أي مكان، هناك عند الله عز وجل. هذا هو العقل. ولذلك قال ذو العقل يشقى في النعيم، لا يجعل النعيم نعيما إنما يحصل به الأعمال الصالحة، ولكن أخو الجهالة في الشقاوة ينعم، يعني ينعم وهو شقي. مرة أحد المشايخ شيخنا نجم الدين
لا، شيخنا سلامة عزامي رضوان الله عليه كان في بلدتنا في أجهور الكبرى، وهي بلدة العلامة الأجهوري أبو النور، رجل مشهور كان في الأزهر قديما. الشيخنا العزامي كان ينزل إلى بلادنا وإلى البلاد كلها ليشرح للناس وليجمعهم على طاعة الله. فكان يقول: زوجة الإنسان في الدنيا هي زوجته في الجنة إن شاء الله. فواحد من الجالسين كانت زوجته يعني صنعت معه صنيع الحداد، فقال: يا سيدنا الشيخ، تعب في الدنيا وتعب في الآخرة؟ أنا والله لا أريدها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الشيخ ضحك والحاضرون ضحك. أسمى الشيخ العزامي كان مكفوفا، قال: من أنت؟ قال: أنا فلان، أسرة تسمى أسرة عامر. قال: يا شيخ عامر، إنها ستكون معك في الجنة لكن على غير ما كانت في الدنيا، لأن الله يقول: إنا أنشأناهن إنشاء، يعني غيرناهن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قال: الحمد لله، فلما يعني سيغيرها الله إذن، يعني خلاص، إذا تعب في الدنيا وراحة في الآخرة. تفضل يا سيدي. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. الحمد لله رب العالمين. يعني اليوم أسماء الخمسة يعني أو الستة أخذت منا الدرس، ولكن نحمد الله عز وجل أننا استطعنا بفضله علينا أن نرى في هذه الأسماء شيئا جديدا، لأن هذه الأسماء على وجه الخصوص يعني لها خصوصية. ودائما لغة العرب فيها خط عام وفيها خطوط خاصة. فالخط العام أن الرفع يكون بالضمة، ولكن هناك أسماء مع كونها مفردة لا ترفع بالضمة، وإنما ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بالشروط التي تحدثنا عنها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك يا رب العالمين أن ترفع البأساء عن المسلمين. اللهم ارفع الغمة عن أهل الإسلام ببركة نبيك عليه الصلاة والسلام، متوسلين به إلى جنابك الأكبر أن تدفع عن المسلمين الموحدين هذا البلاء الذي نزل بهم يا رب العالمين. لك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. نصلي على رسول الله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.